اللي بتقوليه ده صعب قوي. اصل المساله بالنسبه لشريف مش مساله فلوس. اكيد انت عارفه ان كان في خلاف بين باباكي وبابا شريف. وايه اللي حصل له بعد كده؟ شريف مش عايز يغضب ابوه وحاسس ان هو السبب في موته. غريبه، عماد ما وضحليش ده. ما كنتش عارفه انه الحكايه بالشكل ده. على كل حال انا جيت لك عشان تساعديني انا وعماد. احنا محتاجينك جنبنا. انا وعماد احنا بنحب بعض، مستحيل هنسيب بعض، مستحيل. طب نكمل بكره يا جماعه. يلا يا جماعه نتقابل بكره ان شاء الله الساعه 10 الصبح. 10 الصبح نيره استنى عايزك. نيره انا عايز اعرف ايه اللي كنت بتعمليه دلوقتي. مش فاهمه حضرتك تقصد ايه. كلامي واضح؟ ايه اللي كنت بتعمليه دلوقتي؟ يعني هتكون بتعمليه يا دكتور؟ يعني بترقص طبعا. اسكت انت. ها انا مش فاهمه حضرتك عايز توصل لايه. اتفضلي جاوب على نفسك. دكتور شامل انا عايز اعرف انت عايز مني ايه. بعد كل بروفا ما بسمعش منك كلمه تشجيع واحده، وكل حاجه واي حاجه بعملها ما بتحبهاش. في ايه؟ وشك على طول قرفان. لانك مش حاسه، مش حاسه باللي انت بتعمليه. انت بتأدي حركات لكن من غير اي احساس. عارفه الخطوه؟ ايوه، لكن مش عارفه معناها. انت عامله زي الاله. فعلا بالظبط، انت عامله زي الاله. ما تبصليش، انت عامله زي الاله. ما فيش احساس، ما فيش كلمه اسمعها منك، فاهم؟ اوكي بص، اوكي هاي شلة. احنا كنا بنقول ايه؟ أنا اللي عايزة أقول لحضرتك حاجة. بلاش حضرتك، دي بتحط بينا حواجز. أنا مش عايز يبقى في بينا حواجز. أنا عايزك تبقي قريبة مني. لا، أنا عايز إحساسك. أنا عايز أوصل لك. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. أنا اللي مش فاهمة أي حاجة من اللي حضرتك بتقولها. ده للأسف. أنا نفسي تفهميني من نظرة عينيا. نفسي أقول لك إن كلمة واحدة بس ممكن تغني عن نص ساعة كلام. يا دكتور أنا نفسي أرضيك ومش عارفة إزاي. نيرة لو سمحت امشي دلوقتي، سيبيني لوحدي. أيوة علي، كنت عايزاني فيه؟ شوف يا شريف، أنا شايفة إننا بنحط الكبريت جنب النار، وأنت عاوزني أقف أتفرج عليها. هيام لازم ترجع تقعد عندي. تبقي بتغلطي غلطة كبيرة أوي. هيام موجودة هنا تحت رعايتي. أنت عارفة لو رجعت معاكي مش هتعرفي تسيطري عليها. وبعدين إذا كنت قلقانة عشان مراد أخويا فده مؤقت، هو خلاص بيقعد بشقته. صدقني يا شريف، هيام ممكن تحول بيتكم جحيم.
دي في الفترة الأخيرة كل تصرفاتها مش طبيعية. أنا قلقانة عليها قوي. بالعكس، ده أنا ما اطمنتش عليها غير لما سمعت كلام نجوى وجات معاها هنا. أيوة، بس أنت أصلك مش ناقص مشاكل. لازم تفهمي إن أنا مقضي حياتي كلها حل في المشاكل دي. عارفة لو سبت كل واحد يحل مشكلته بنفسه هننتهي. فاهمة يعني إيه هننتهي؟ ما كنتيش في المسرح، كنت فين؟ هو بابي فين؟ انا دلوقتي بسالك كنت فين؟ طب ثانيه واحده اسلم على انكل مراد. انت يا بنتي يا ليا تعالي هنا. عايزاني انقذك؟ ارجوك. نجوى لو سمحت سيبيها معايا. اما نشوف اخرتها مع البنت دي. كنت فين؟ هقول لك بعدين، بس حاول تتصرف. بابي فين؟ انت مقتنعه بتصرفاتك دي؟ طبعا. خلاص، يبقى لازم تواجهي وتثبتي على موقفك، ما تهربيش. عارفه ليه؟ عشان لو هربتي يعني هتكذبي، ولو كذبتي يعني هتهيني ذكاء ابوكي. يبقى لازم تصممي على موقفك، يا تقنعيه برايك يا هو يقنعك برايه. الحاله دي بس هتلاقي نفسك. انت ازاي تتاخري لغايه دلوقتي؟ اذا كنت فاهم ان انا اديت لك الحريه عشان تستغليها بالشكل ده تبقي غلطانه. اتفضلي اطلعي على اوضتك. بابي انا كنت مش عايز اسمع ولا كلمه. اتفضلي اطلعي على اوضتك. أصحاب المقام الرفيع هم بحق أجدادنا في كل زمان ومكان، الذين صنعوا الحضارة على مر العصور، وما زلنا شهودا على عظمتهم وقدرتهم. وأتمنى في يوم ما أن أحصل على هذا اللقب من خلال شخصية لها كل الأبعاد الإنسانية، تفني نفسها في سبيل المجموع، تعمل على خلق جيل متحضر، جيل يعمل وينهض كل ذرة في تراب أرض هذا الجيل. أيضا يمكن أن نطلق عليهم أصحاب المقام الرفيع. كلام لطيف جدا. إيه ده؟ إيه اللي في وشك ده؟ الدولاب. كنت بفتح الدولاب كده في الظرف، راحت خبطه خدي كده. الدولاب. يبقى خد بالك مره تانية. يلا اجهز وحصلني على تحت، كل الناس مستنياك. ناس مين يا بابا؟ انا ما اديتش لحد معايد علشان يستنوني. شوف بقى، ما اقول لك شغل المجانين ده ما ينفعش في البيت هنا. ها، انت تحترم ميعاد الغدا زي ما بتحترم ميعاد العشاء بالظبط. انا هعرف اشغلكم كويس بعد كده. في ايه يا بابا؟ وايه اللي حصل ده؟ احنا كنا لسه كويسين. اللي حصل ان الفوضى بقت عدوى. حضرتك في حته واختك في حته تانيه. الكلام ده ما ينفعش في البيت ده. اتفضل اجهز وحصلني على تحت. ان اصحاب المقام الرفيع هم بحق اجدادنا في كل زمان ومكان، الذين صنعوا الحضاره على مر العصور، وما زلنا شهودا على عظمتهم وقدرتهم. وأتمنى في يوم ما أن أحصل على هذا اللقب من خلال شخصية لها كل الأبعاد الإنسانية، تفني نفسها في سبيل المجموع، تعمل على خلق جيل متحضر، جيل يعمل وينهض بكل ذرة في تراب أرض هذا الجيل. أيضا يمكن أن نطلق عليه أصحاب المقام الرفيع. ايه يا شيف، سرحان في ايه؟ مالك عصبي النهارده؟ بس مش معقول اللي بيحصل ده ابدا يا مراد. الولاد بيتعاملوا مع البيت كانه لوكاندا، مش عارف الاقيهم خالص. حتى الوقت اللي ممكن نقضيه مع بعض بيرفضوه. انا لا يمكن اقبل حاجه بالشكل ده. مش هتقدر توصل لاي حاجه من غير ما تحاول تدخل في حياتهم وتتفاهم معاهم. الولاد مخهم مليان طاقه،
اللي زيهم دلوقتي بيبقوا مستقلين عن أهاليهم وكل واحد فيهم عايش حياته. شريف أنت بطريقتك دي ممكن تفقدهم. ممكن أفهم إيه اللي أنت كنت عاملاه في المراية امبارح ده؟ عملت إيه؟ ما تخافيش، ما تجنبتش. أمال كان إيه ده؟ مجرد اعتراض على حبس الحرية اللي أنا عايشة فيها دي. مش لوحدك يعني تقدري مثلا تفهميني أنا بعمل إيه دلوقتي هنا؟ عارفة حامد هسيبهم يناموا ألبس وانزل على طول. يا خبر أبيض، تنزلي تروحي فين؟ أنزل أخرج أرقص. بس الكلام اللي انت بتقوليه ده صعب قوي، مفيش هنا ستات بتسهر تخرج لوحدها، لازم يبقى معاكي حد. عيب ده التخريف اللي في دماغك انت وبس. انا ما بقتش عيله صغيره وهما كمان لازم يفهموا الكلام ده. عيب تخرجي، عيب تنزلي، عيب تطلعي، عيب تعيشي في شقه لوحدك. انا بكده ممكن اموت فعلا. ايوه بس هيام كده انت تبقي نيرة. لازم تفهمي ان انا ما صدقت خدت حريتي وما عنديش استعداد ان حد ياخدها مني. ما حدش هياخدها مني تاني. مساء الخير يا مراد. مساء الخير يا هيام. ايه خارجه؟ حاسه اني زهقانه شويه. قلتي لنجوى انك خارجه؟ قلت لنجوى؟ ليه؟ هو انا المفروض استاذن منها ولا ايه؟ بقول لك زهقانه. طب خلاص قولي لي اخبار مشروع باريس ايه؟ لا 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 لقيت الفكره. محتاجين مني اوراق كتير قوي. رحت السفاره وقلت لهم عايز اعمل مشروع في باريس، قالوا لي محتاجه اني تصريح وبتاع، يعني مش هينفع. طب فكرت تعملي حاجه تانيه؟ فكرت ولازم اخد رايك. وانا سامعك. بفكر اعمل بيوتي سنتر، مكان للتجميل، انا بفهم في الحاجات دي كويس قوي. بس ده برضه محتاج مكان، محتاج تصاريح ودراسه جدوى، يعني مش موضوع سهل. مراد ممكن لو سمحت ما تحبطنيش، انا نفسي اعمل اي حاجه. خلاص فكري وقرري وانا تحت امرك. ميرسي قوي. باي باي. انت رايحه على فين؟ هروح ريستوران هتعشى واكل حاجه حلوه. بيني وبينك حاسه اني متضايقه قوي. طب ممكن تعزميني؟ لا انا مش محتاجه اني اخد معايا حارس، انا زهقانه. باي باي. حكايتك دي يا بدرية ولا حكاية الأفلام يا أختي؟ هو احنا اللي عايشين فيه ده مش أفلام؟ كملي كملي. أكمل إيه بس يا شمس؟ مش مهم إيه اللي حصل، المهم سلطان واللي هيعمله فيا. ما تخافيش يا بنتي، ماما مستحيل تسيبه يعمل فيكي حاجة. طبعا دي لازم الست شوقية. لا ماما معاها مفتاح،
روحي شوفي مين. حاضر. ايوه عليكم السلام. اهلا يا معلم سلطان. يا ست شوقية مش هنا ولي؟ لا يا خرجت في مشوار وزمانها جاي. اتفضل. لا بس انا كنت عاوز بدرية في كلمتين. اتفضل يا سلطان. اتفضل يا اخوي. استغفر العظيم يا بنت همادي بقى. قلتلك ما تقلقيش. ما قلقش ازاي بس يا ست شوقية؟ ده سلم بدني. انا خايفة يكون ناوي يعمل فيي حاجة. ما انا عشان كده قلت لك تفضلي قاعده هنا لغايه ما يهدى. يهدى؟ يظهر انه مش هيهدى ابدا. ده كان بيكلمني والنار قايده في جدته. انا غلطت. انا غلطت واكيد هيدفعني تمن غلطتي. سلطان مش هيسيبني. سيبيها على الله يا بدريه. يلا يلا استهدي كده وقومي نامي والصباح رباح. اللي يجيله نوم بقى ويعرف ينام. صباح على خير. انت من اهل الخير يا اختي. برضو مش عايزة تقولي كنتي فين؟ أقولك إيه؟ فؤاد شكله كده مش هيجيبها البر. وإنتي؟ متبعترة متبعترة. نفسي ألم روحي مش عارفة. هو مش عارض عليك الجواز يا ماما؟ ده مصمم. وبرضو لسه بتفكري؟ هو مديني فرصة افكر. انتي بقى كل اللي بتقوله ده حصل امتى؟ مش مهم حصل امتى، المهم دلوقتي ان انا عايز اشوفها ومش عارف. ما بتردش على تليفوناتي وكمان ما بتروحش الشغل. اسمها رحاب. ايوه رحاب. شفتها من قبل ما اشوفها وحبيتها من قبل ما تعرفني. كل الحب اللي انكتب على ورق البردي كان عشانها. انا متاكد انه كان عشانها. ايوه بس انا ايه المطلوب مني بالظبط؟ هو ايه اللي ايه المطلوب مني؟ المطلوب منك انك انت تحاولي بكره تتصلي بيها وتقولي لها ان انا عايز اقابلها. ايوه بس هي ما تعرفنيش. انت ايه يا بنت الغباوه اللي نزلت عليكي فجاه دي؟ ده انت غبيه فعلا. ما انا عارف انها ما تعرفكيش. انت هتعرفيها بنفسك. ها استني ما اكتب لك نمر التليفون عشان ذكائك النادر ده. اتفضلي. حاضر يا استاذ رامي هحاول. ممكن بقى حضرتك تسيبني اطلع انام؟ لا ما تطلعيش تنامي. استني خدي الورق ده اديه للدكتور شامل. بتاع ايه الورق ده؟ دي معلومات مهمه جدا هتفيده في مشروع الاوبريت اللي عايز يعمله. انت بتتكلم بجد؟ ما انا بتكلم بهزار. على فكره انا لا بجاملك ولا بجامله. دي رساله ولازم اوصلها وهبتدي بيها بشامل. تصبح على خير. أنا جيت أقابلك النهاردة عشان أثبت لك إن أنا مش خايفة منك.
وانا ما احبش ابدا انك تكوني خايفه مني. اسمع يا حمدي، انا معتبره ان الفلوس دي من حقي، وعلى فكره انا ما سرقتكش لان انا معايا توكيل. طب ما انا كمان ما اعتبرتهاش سرقه، انا اعتبرتها خيانه للامانه. كان لازم امن مستقبلي. انت ايه ما بتحسش؟ انت كنت متصور يا حمدي ان انا ممكن ارجع شحاته من غير ولا مليم في البنك بعد ما اخدت كل فلوسي وحطيتها في شغلك؟ فلوسك؟ فلوسك ايه يا نونو؟ دي كانت شويه ملاليم. يمكن بالنسبه لك انت كانت ملاليم، لكن الملاليم اللي انت بتتكلم عنها هي الامان، الامان اللي للاسف عمري ما شفته معاك فيه. وده كمان رغم ان حسابي وحسابك كان واحد في البنك. ايوه بس عمرك ما اديتني الاحساس بحريه التصرف، طول عمرك كنت تقولي ان الفلوس اللي في البنك بتاعه البنك. ولا نسيت؟ نسيت؟ انا نسيت كل حاجه الا انت يا هيام. شوفي يا هيام، هي حاجه من الاثنين، يا ترجعي لي يا ترجعي لي فلوسي. مستحيل ارجع لك. طب وفلوسي؟ فلوس؟ الفلوس من حقي انا. يبقى هحول لك حياتك لجحيم يا هيام، وانت عارفه كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. ولا اقول لك؟ انا هديكي فرصه يوم كده ولا اتنين تهدي وتفكري، والا انت عارفه كويس قوي انا ممكن اعمل ايه. تقدر تقول لي انت ليه طلبت العشاء في اوضه النوم؟ مش عارف، افتكرت ايام ما كنا بنعمل كده. بس انت اياميها بقى كنت بتحط لنا ورد وكنت بتولع الشمع. ياه، انت لسه فاكر يا شريف؟ انا النهارده حاسس اني محتاج لك، محتاج احس انك متفرغه ليا، اني ملكك وانك ملكي مش ملك كل اللي حواليكي. يا حبيبي، كل اللي حواليا دول هو انت، ولما بهتم باي حد فيهم بحس اني بهتم بيك انت شريف. ده كل حاجه في حياتي. طب ايه رايك لو خدتك ونسافر وننسى الدنيا دي كلها؟ ايه؟ في ايه يا شريف؟ عندي احساس باني في حاله حب، حب للحب. ياه، قد ايه مفتقد الاحساس ده؟ قد ايه كاره اني اكون مجرد ترس بيلف في دايره. بس انا جوه الدايره دي. انت مش مدياني الاحساس ده، بقيتي منفذ جيد جدا لمشاعر انا بفرضها عليكي. ده اتهام؟ لا، ده استعطاف لمشاعر انا مفتقدها. ايوه يا حبيبي، دي تكون مراهقه متاخره. ومين قال ان احنا مش على طول في مراهقه متاخره؟ مين قال ان انا مش محتاج لاحساس بالحب يلازمني على طول؟ حب مش محتاج يبقى على ورق دواء. احيانا بحس ببرد عاطفي وعايزك تخافي قوي من الاحساس ده. ده تهديد؟ لا، ده انذار. كده ليه؟ كنت بتمشى شوية بالعربية. دلوقتي؟
ده شيء ما يخصكش. انا عارف ان هو ما يخصنيش، بس انت شايف ان ده تصرف طبيعي؟ وهو ايه الطبيعي بقى اللي في حياتي؟ طب وليه المرارة دي يا هي؟ مراد، انا شايفة ان الوصاية كترت عليا اليومين دول، فلو سمحت يعني الحكاية مش ناقصك. هيام، انا عمري ما هفكر اتطفر على حياتك، بس انا دكتور بيفهم المشكلة بكل ابعادها. هو انت شايفني اتجنبت ماشي بقطع في دومي في الشارع؟ ده ممكن يحصل لو ما لحقناهوش. ما تقلقش، اول ما يحصل هجيلك جري على العيادة. وده لو لقيتيني، اصل انا ما بديش نصيحة غير مرة واحدة بس، ما بكررهاش تاني. أف. خفتي تقولي له على اللي حصل؟ مراد اكيد كان ممكن يتصرف. ليه بتقاوميه؟ ليه مصممه تخافي من كل الناس حتى اللي عايزين يساعدوكي؟ ليه هي؟ هقول لك ايه بس يا ست شوقيه، ده انا يا اختي لما كنت بقوم ارقص كنت بوقف الدنيا دي على رجلي، بس يا اختي كانت نظرات الرجاله بتقتلني بتحرقني، كنت بدعي ربنا انه يتوب عليا بقى. بعدين انا ما كنتش طلباتي كتير، انا كنت عاوز راجل يسطر عليا ويخاف عليا، راجل يحميني، راجل اخر الليل يتقفل عليا وعليه باب واحد كتيره دي. لا يا حبيبتي مش كتير، انت بس اللي كنت مستعجله يا بدريه. ما كنتش مستعجله ولا حاجه، انا كنت عاوزه اشوف الدنيا، كنت عاوزه اعيش يا ست شوقيه. سلطان اخويا ما كانش مديني فرصه. وبعدين يا ست شوقيه الحب وحش قوي. ده انا كنت ساعات يا اختي من دقيقتي انزل اتمشى على البحر اكلمه واشتكي له، كنت ادعي ربنا انه يفك ازمتي بقى. بس حق ربنا يا بدريه، انت غلطتي في حق سلطان غلط كبير قوي. اعمل ايه بس يا ست شوقيه، ما هو من عمايله نزول وطلوع مفيش، خروج مفيش. يا مقصوفه الرقبه عشان عينك بكسه ويتدب فيها رصاصه يا بنت. حفرتي وما دخل عليا يا اختي ولقاني برقص، كنت مشغله الراديو والست ام كلثوم عماله تغني كده يا اختي وملعلعه. عيني يا عيني. القهوه المية مية يا خالتي. سيبيها ها وبعدين. بس يا اختي دخل من هنا وقفل الراديو وفين يوجعك، خدت علقه موت، قعدت فيها يا اختي 15 يوم في السرير. بس اعمل ايه، اخويا وماليش غيره. لا ومجدع وشهم يا اختي ربنا يخليهولك. طب والله يا بدريه انا نفسي من غيره مش عارفه كنت اعمل ايه يا اختي. لولاش العيبه انا كنت قلت ان هو بيكرهني ما بيحبنيش. فين الحنيه يا ست شوقيه، فين الطبطبه؟ لا لا يا ست شوقيه، سلطان مش سهل. لا بدرية ما تقومي ترقصي تورينا كنت بترقصي ازاي. يا اختي بترقصي ازاي؟ اقوم يا ست شوقية. قومي يا بنت، يلا خلينا نفرتش شوية، تموتي في الزيطة يا ستر عليكي. يلا يا بدرية اديله.
طبعا تقول لي ان انت جاي تاخد بدري. لا يا سلطان، احنا متفقين تسيبها قاعده هنا شويه لغايه اعصابها ما تستريح. لا انا بقول كفايه كده بقى يا ست الكل. الخان كله عارف انها رجعت وقاعده عندك، والعيون ابتدت تسالني في الراحه والجايه، وانت ما يرضكيش. لا طبعا ما يرضنيش، وكمان ما يرضنيش اللي ممكن تعمله فيها. بدريه خايفه يا سلطان. خايفه؟ وانا يعني اللي مخوفها؟ انا لو بخوف بصحيح كانت عملت لي حساب. نهايته بدريه بعد اذنك هترجع معايا البيت، ودلوقتي وانا بقول لك بقى بعد اذنك انا لسه محتاجاها معايا هنا يومين ثلاثه، ولا انا ماليش خاطر عندك. استغفر الله العظيم ست الكل، مش كده؟ ما انت عارفه ان خاطرك على عيني وعلى راسي. ما تلويش دراعي بقى الله يخليك. يومين ثلاثه بيك كتير، وهجيبها لغايه عندك. نعم يا شمس. سواء السي فؤاد بيقول انه منتظرك في المحل. هو جه؟ طيب انا هنزل اهو على طول. حاضر. مين سي فؤاد ده؟ لباس فؤاد زبون بيجي لي المحل يعني. زبون؟ هو من امتى الزبائن لا مؤاخذه بيبعتوا لك على البيت؟ مش جراءه دي شويه؟ اقول لك بعد اذنك. فضلك ما تعقديش الامور، احنا بعد ما نتجوز هنوضبها سوا. لسبب، انا معظم شغلي يا اما في شرم الشيخ والغردقه يا اما في الاقصر واسوان، يعني هنبقى هنا وحبه هنا. خلاص يبقى الشويه اللي هنقعدهم في مصر انت اللي تيجي تقعد معايا في البيت، لكن انا مش هسيب بيتي. انت متخيله ان انا ممكن اقبل ده؟ تقبل ايه بس؟ ان انا اروح اقعد في بيت مراتي؟ لا طبعا، مش انا يا شوقيه، مش انا. المفروض ان انت اللي تيجي تقعدي في بيتي اللي هو بيتك. انا موضب لك شقه على اعلى مستوى، كل اللي انت هتطلبيه انا هنفذه. يا سيدي انا ماليش اي طلبات غير اني ما اسيبش بيتي عشان خاطري بقى يا فؤاد. ما تتكلمش تاني في الموضوع ده، انا مش هسيب بيتي. انا عزمت نازلي وكمان النهارده. ايه المناسبه؟ اصل النهارده عيد جوازنا، عاملين حفله على الضيق كده. ايه ده، كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه. طب ليه حفله على الضيق؟ ليه ما تعزموش فيها ناس كتير قوي؟ وعاوزاهم يعزموا مين بقى؟ معرفش، رجال اعمال مثلا. ده عادة الصفقات ما بتتمش إلا في الحفلات دي. انتوا ناقصكوا كتير قوي. احنا مش ناقصنا حاجة خالص. وإذا كنت فاهم إن أنا بعمل حفلات عشان أعمل فيها صفقات تبقي غلطانة وعايشة في أوهام، وأبقى أنا راجل أعمال فاشل. خلاص خلاص، في إيه يا أبي؟ المناقشة انتهت. المناقشة انتهت قبل ما تبتدي. أنا لازم أمشي بقى. لو عايزاني يا نجوى هتلاقيني في المكتب. أوكي. أقوم أنا أشوف بقى أخبار البيت إيه. صباعي بيوجعني، مش هقدر أساعدك. ده العادي يا حبيبتي. ألو، هاي يا إنجي. إزيك؟ أنا كويس. أوكي. خلاص. اسمها انجي؟ تتصوري بقى. حب؟ كان حب. كان حب؟ عمر بيتكلمك في التليفون ليه؟ في حاجة مش عارف لو تعرف فيها ولا لا، اسمها صداقة. أنا طول عمري ما أحبش أخسر حد، وطول عمري علاقاتي متوازنة. مفيش حاجة في الدنيا اسمها صداقة بين راجل وست، يا حب يا مفيش حب. نفسي تفهمي الدنيا بمعنى أوسع شوية، يعني تتعودي إن علاقاتك زي ما تبتدي زي ما تنتهي. مراد أنا ما أقدرش أفهم اللي أنت بتقوله لي ده. فهم يعني إيه حب ينتهي بصداقة؟ يعني ما قدرناش نتفق. هي كانت مصممة إن إحنا نفضل برا، وأنا كنت عاوز أرجع مصر. ده غير الاختلافات الكبيرة من وجهة نظر كل واحد فينا.
ويا ترى بقى قدرت تنساها؟ قدرت انساها يا هيام، قدرت انساها عشان مفيش حاجة في الدنيا ممكن تخليني اعمل حاجة انا مش مقتنع بيها. شكلها كان ايه؟ حلو؟ انا مضطر اسيبك دلوقتي، ورايا ميعاد مهم. عن اسمك. كان لازم اشوفك، في حاجات كتير قوي حصلت لازم اقولك عليها. وانا دايما تحت امرك. حمدي بيهددني ومش عارفه اتصرف معاه ازاي. عايزك ترجعي له؟ ايوه. وبيهددني. بيهددك؟ بيهددك بايه؟ يعني بيطاردني ومش عايز يسيبني في حالي. هيام انت مخبيه عني حاجه؟ انا؟ لا ابدا. خلاص لو طردك تاني بلغي البوليس. لا بوليس ايه، احنا ما بنحبش الفضايح. وبعدين حضرتك ما تعرفيش شريف جوز اختي عامل ازاي، ده ملوش في المشاكل خالص. انا مش عارفه اقولك ايه. خلاص حاولي تتفاهمي معاه. انا اسفه مضطره اسيبك دلوقتي، ولما تحبي تقولي لي مخبياه هتلاقيني في انتظارك. مامي ممكن اطلب منك طلب وما تتنرفزيش؟ عايزه ايه يا نيرة؟ عايزه اعزم شامل واصحابي في المعهد هنا في البيت. لا مش ممكن طبعا، لاني كان لازم اعرف من امبارح، وبعدين مفيش حد يعزم حد في نفس اليوم. وده اولا وعرفناها. ايه ثانياً؟ اني كان لازم اخد رأي ابوكي، ولا انت شايفة ايه؟ خلاص يا مامي بلاش. ممكن ما تغضبيش؟ وبعدين دي وجهة تعزيمهم في عيد ميلادك، البيت هنا لنظام. حاضر يا مامي حاضر. باي. ها قوليلي وانت عاملة ايه دلوقتي؟ حليتي مشاكلك؟ انا مشاكلي ما بتنتهيش. انا عايشه في بيت امي متغربه، مع بني ادم ما عرفش يبقى اب ليا. وباباكي موجود؟ للاسف مات بعد رحله عذاب مع المرض. كان اغلى اب في الدنيا. على فكره كان في شبه من حضرتك. مني انا؟ اي نفس العينين نفس الابتسامة. على كل حال انت لازم تحاولي تقليمي حياتك. انت عارف انت اول انسان يحسسني بالامان بعد موت بابا. استاذ شريف انت طيب قوي، انا ما شفتش حد في الدنيا زيك. بس كلامك ده هيخليني اتغر. اللي زيك كده لازم يتغر. انا بحس انك عملاق بتفهم في كل حاجة. اهلا يا عماد. ازيك يا شريف؟ انت بتعملي ايه هنا؟ ابدا، كان في اوراق بعرضها على استاذ شريف. طب روحي على مكتبك. لذيذه قوي السكرتيره بتاعتك. ايه يا سيدي. ها قول لي عامل ايه بقى؟ انا كويس، بس جاي لك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ كنت بقول يعني اذا كان ممكن سلمى تحضر حفله عيد جوازكم. انت عارف رايي كويس في الموضوع ده. ايوه بس اللي انت ما تعرفوش ان نجوى اتصلت بسلمى وعزمتها. ايه؟